المكتب الحالي راه شكرناه على المجهودات اللي قام بها والعمل الجبار والشفافيه. كاين شي حوايج اللي مزيانين بزاف، كاين شي حوايج بيان سور اللي غادي نناقشوهم من بعد. ثانيا المشكل ديال السيد الرئيس السابق اللي هو سعيد حسبان، حنا الجمع العام اللي فات ديال السنه ديال 2017 في لو 13 سبتمبر جو بونس 13 اوت وقيله ولا سبتمبر، المهم كان داز الجمع العام وهذا المكتب خدع العاتق ديالو. وعدنا اخر نقطه تناقشنا فيها هو التقرير المالي ديال السي سعيد حسبان، لا باش يدوز عند ان كابيني دوديت و بيان سور المحاسبه، لانه هما كيقولوا بانه ما عطاهمش الفواتير وداك الشيء، ما مدهمش الاوراق اللي كان كيسير بها، وداروا واحد الكابيني دوديت عطاوها لي رابور ديالو، ما عرفتش علاش بناو، واش من بعد كانت اتفقوا معاه وجاب ليهم، احنا ما فخبرناش. احنا اللي كنطالبوا به هذا مطلب جماهيري ديال الشعب الرجاوي عامه كلهم ومول خارطين بصفه خاصه، انه تكون المحاسبه، ان المحاسبه ماشي احنا كنخونوا هذا السيد. هذا السيد دوز واحد الفتره اللي هي 2017 2018، ما كاينش التقرير المالي والادبي، ما صادقناش عليه، ما داش، خصنا نرجعوا ليه كيف ما وعدنا المكتب خدع العاتق ديالو السنه الماضيه باش يرجع معنا ويورينا فين وصل. والمحاسبه ديال السي حسبان ماشي عيب، حنا الا كان داك الشيء مزيان. والغريب في الامر هو في هاد الايام خرج واحد المنبر اعلامي اللي تكلم فيه الامين المال ديال السي الفتره ديال السي سعيد حسبان اللي كان معاه في الفتره السابقه، تيقول بانه السي سعيد حسبان كيتسال 280 مليون. دابا الا ما دوزناش حنا اليوم هاد التقرير المالي وناقشناه وسوا ديزون مشينا للمحاسبه معاه ومشينا للمحاكم، دوز عامين 3 سنين يمشي هذا المكتب يجي سعيد السي سعيد حسبان يطالبنا بواحد ولا دزنا للشركه وكانوا اسهم، غايقول لك انا دوك الفلوس اللي كانت سنه عطاوهم ليا اسهم. حنا هادشي بغينا نفهموه اليوم ونساليوه اليوم، لان عهد جديد جا والناس خدموا تبارك الله عليهم، ما جو غوتيغ شابو باش يكونوا واضحين الناس خدموا، ولكن ما خصهمش ينساو داك الشيء اللي وعدونا به، انه هذاك مطلب جماهيري الناس كامله. وسيرتو السيد سعيد حسبان في كاع الخرجات الاعلاميه ديالو كان كيقول حنا في دوله مؤسسات، حنا في بلد الحق والقانون، هادشي ما كننكروش، حنا كمغاربه الحمد لله بلد الامن والامان، وربط المسؤوليه بالمحاسبه، وحنا اليوم تنطالبوا بربط المسؤوليه بالمحاسبه وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.